طريقة تحضير سلطة الشمندر. نقوم بقلي قطعتين من الخبز العربي، ثم نقلي مكعبات البطاطا وحبتين من الباذنجان المقطع. نمزج كوباً من اللبن في وعاء، ونضيف ملعقتين من المايونيز، وملعقتين من الطحينة، ملعقتين من زيت الزيتون، ونضيف إليها عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. في طبق التقديم نضع الباذنجان وفوقه البطاطا، ونضيف إليه قطعتين من الشمندر المقطع والمسلوق، نصف كوب من البصل الأخضر، وكوب من الذرة، ثم نضيف إليها الصلصة، وكوباً صغيراً من البقدونس المفروم، ونضيف أيضاً الخبز المقلي، وبذور الرمان، وملعقتين من دبس الرمان.